زد وترحم على محمد وآل محمد. نبارك لكم مولد الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام، ونرجو أن من الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في حال أحسن من هذا الحال. هيئة العدل المنتظر للإسلامية في السابق كان اسمها هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني، تغير اسمها لهيئة العدل المنتظر الإسلامية، وتم من خلال هذه الجلسات التي جلسناها بداية من التعديل في اللائحة الداخلية، ثم اللمة التي كانت نرتجي منها لقاء أكبر عدد من أهل القرية لإعطاء رأيهم في الهيئة، نرجو من ذلك أن نصل إلى الأهداف التي رسمناها لإصلاح الشأن الديني ابتداء من الناشئة، للتأثير الديني والأخلاقي وبجميع المستويات. ما حصل في الأيام الماضية في الهيئة هو تطور ونقلة نوعية. كانت الدروس الدينية منذ ما يقارب أكثر من 20 سنة في القرية مرت بمراحل. المرحلة التي مرت هذه كانت نقلة نوعية لأن تكون أن يكون مجلس الإدارة منتخبا، وتم إقرار ذلك ابتداء بإقرار اللائحة الداخلية التي أقرت وجاري التعديل فيها، ثم الانتخابات التي كانت في الجمعية العمومية وتم انتخاب مجلس الإدارة بالتزكية. في هذه الأيام نصل إلى مرحلة فتح باب العضوية للهيئة، وتمثل هذه الخطوة في الهيئة خطوة مهمة جدا لكي يصبح جميع أهل القرية جزءا من الهيئة، وفي نفس الوقت نشر الوعي الديني لجميع الأفراد في القرية. الجانب الآخر بالنسبة إلى التدشين أو عفوا فتح باب العضوية، باب العضوية تم الإقرار في مجلس الإدارة أن العضوية تكون برسوم دينارين في الشهر أو 24 دينار في خلال السنة. هذا جانب. الجانب الثاني، يحق للعضو في الجمعية العمومية ضمن الاشتراطات الموجودة في اللائحة أن يصبح عضوا في مجلس الإدارة. الشيء الرابع، خلال هذه الأيام كذلك لدينا تفاعل مهم مع مركز العدل المنتظر لعلوم القرآن، والذي تم تدشينه خلال 4 سنوات أو 3 سنوات. سيتم الابتداء بمجلس قرآني في ديوانية السيد موسى، وسيكون له كثير من الفعاليات القرآنية، والتي نرجو من خلالها في خلال هذا الحفل، بما أننا نكرم حافظي الصلاة، كذلك نرجو من الله العلي القدير أن نتمكن من تكريم حافظي القرآن. حافظي القرآن مثل ما تعرفون النبي صلى الله عليه وآله قبل وفاته أوصى بالقرآن والعترة. حفظ القرآن سيكون له تغير كبير جدا في حياة القرية بأكملها، ولذلك السعي الحثيث الذي تسعى فيه الهيئة نحو الثقافة القرآنية وتعليم القرآن وانتشار هذه الثقافة لدى جميع أفراد القرية هو الأساس، وبعده العلوم الدينية. الجانب الثالث، ما أهمية الهيئة في المرخ؟ سؤال يطرح نفسه. سماحة القائد حفظه الله وشافاه مما حصل له وأرجعه إلى منبره، وسماحة السيد عبد الله الغريفي
نلاحظ أن في خطبهم دائما يصرون على التفقه في الدين. أكثر من ذلك على رعاية مثل هذه المؤسسات. مع الأسف الذي لاحظناه أن العزوف عن التقدم لعضوية مثل هذه المؤسسة المهمة يسبب كثير من العثرات والعقبات في وجه العاملين في هذه المؤسسة. كثيرين يقولون أنا لا أليق، ما هو دوري في الهيئة؟ هناك شخص يقدم دعم مادي، هذا شيء طيب. الهيئة للعلم أفقر المؤسسات، لا أخفيكم سرا، أفقر المؤسسات في القرية هي الهيئة. العمل الذي تقوم به يكاد يكون يومي، أن تعلم الصغار في الأسبوع 4 أيام هذا شيء مجهد، وفي نفس الوقت يحتاج إلى إمكانيات مادية، والحالة المادية تصعب يوما بعد يوم. أنا أعتقد العضوية ستحل جزء من هذه المشكلة، ولكن التبرع المادي هو جزء من التفاعل الذي ممكن أن يتفاعل به العضو أو أهل القرية. الجانب الثاني عملي، لدينا فرق عمل، هذه الفرق العمل تحتاج إلى كوادر. نتمنى ونرجو أن يكون لدينا أعضاء يتقدمون، يأتي أنا أستطيع أن أعمل في هذا الجانب، نرى هذا العمل وندخل هذا الشخص إلى أي مكان من اللجان العاملة في الهيئة. هذا جانب. الجانب الثالث، كيف أكون فاعلا في العلوم الدينية؟ أضعف الإيمان أن أحث أبنائي، أسألهم. كثيرين مع الأسف، يعني ملاحظة نقولها، يذهب ابنه إلى التعليم الديني، جاء وتعلم زين، بعد ما جاء وتعلم أسأله، أنا ما أشك في معلمينا، لكن يمكن في معلومات خطأ، ممكن في عقائد خطأ، تعليم في القرآن خطأ، لابد أن أسأل وش اللي تعلمت اليوم، عن ويش، وش القصة اللي قالها إليكم الأستاذ، وش الآية اللي قرأتونها اليوم، أساساً وش المادة اللي هالأسبوع هذا المادة، هذا التفاعل غير موجود إلا فيما نذر. ولذلك نحن نرجو من أضعف الإيمان إلى أقوى الإيمان، من حث الأبناء على الحضور إلى التبرع المادي، وهو سيكون له أثره في الهيئة. الشيء الأخير، تكريم حافظي الصلاة. أولياء الأمور كثير منهم الذين يحضرون إلى حفظ الصلاة يلاحظون هناك معاناة كبيرة في ترتيب هذه الوضعيات الموجودة لحفظ الصلاة، والجهود مباركة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس خصوصا لتعليم الصلاة. بعد أن تعلم الصلاة ابني، هل تابعته؟ الآن هو في السادس، هو في الخامس، هل أعرف أنه يتوضأ صح؟ هل يصلي صح؟ هل يعرف ماذا يقول؟ نصل بعض القرى يقولون أنه الأبناء، والآن الإعلانات التي ترونها منتشرة عن شرف التكليف، هذا هدفها. تعلم ابن الصلاة في صف الرابع الابتدائي، هل إذا وصل ثالث إعدادي يصلي؟ نحن لدينا إشكالية كبيرة الآن في المرحلة الإعدادية. في المرحلة الإعدادية لديهم فسحتين، الفسحة الأولى الساعة 10، الفسحة الثالثة الساعة 12:10 أو 12:15. في المدرسة نقول له الطالب تعال صل، قال أنا أصلي في البيت. البيت يقول له تعال صل، قال أنا أصلي في المدرسة. كان هالبيضة والدجاجة. فيعني مع الأسف، يعني هذه لابد تكون من المنزل. محاسبة الابن هذا واحد، اثنين متابعته في مثل هالأمور هذه، خصوصا الصلاة والقرآن.
إن تمت الصلاة والقرآن على أكمل وجه مع ابنك فاعرف أنه بعد 14 سنة ستتركه على خير، لكن إن كانت الصلاة والقرآن فيها خلل فمعناه أن هناك خلل كبير سيحصل بعد ذلك، بعد أن تتركه ولن تستطيع أن تفعل إليه ولا أمر، مجرد مصاحبة مثل ما نصحنا أهل البيت عليهم السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.